ليست المرة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي تشاهد فيها هذه الصواريخ تخترق أجواء إيران، بل هي على مرمى بصر من جيرانها العرب، وعلى مشهد ومسمع كذلك من عشرات السفن والبوارج الحربية في مياه الخليج والقواعد العسكرية الأمريكية في بعض دوله. إيران درجت على استعراض قدراتها العسكرية وجاهزية جيشها للتعامل السريع والحاسم كما تقول مع أي هجوم عسكري محتمل عليها. توقيت هذه المناورة لا يختلف عن مواقيت سابقاتها من حيث ارتباطه بالتوتر المتزايد بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، غير أن اختيار مياه الخليج ومضيق هرمز هذه المرة تحديدا يبعث برسالة واضحة تماما إلى القوات الأجنبية في المنطقة، موجهة بشكل واضح إلى القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، خاصة أن الحلف الثوري يقول بأن هدف هذه المناورات هو أيضا اختبار القدرة الدفاعية وسرعة الرد في حال حصول أي هجوم على إيران. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن المناورات التي تجري تحت مسمى الرسول الأعظم 5 هي بهدف التأكيد على أمن الخليج ومضيق هرمز واختبار القدرة الدفاعية الإيرانية. تهدف المناورة الجديدة بحسب مصادر الحرس الثوري الإيراني إلى اختبار أنواع جديدة من الأسلحة من بينها صواريخ بر بحر وأخرى بحر بحر، وتتميز هذه المناورة أيضا بمشاركة فرق من المتطوعين البسيج وهي ميليشيات شعبية شبه نظامية. تعيد إيران التأكيد بهذه المناورة على موقفها الرافض لوجود القوات الأجنبية فوق مياه الخليج ورفضها لوجود قواعد عسكرية أجنبية في بلدان الجوار. إيران تجدد كذلك رؤيتها بأن أمن منطقة الخليج يجب أن يكون من مسؤولية دوله، الأمر الذي لا يوافق عليه بالكامل بعض جيرانها العرب ممن تربطهم بدول أجنبية اتفاقات أمنية ودفاعية استراتيجية. أنور العنسي، بي بي سي.